السلام عليكم جميعا. احنا طبعا في الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي ديت في ظروف كورونا، وان احنا المفروض ان احنا قاعدين في البيت وهنبدأ نعمل اي ليرنينج، يعني هنتعليم عن بعد. فده حقيقة يعني هنعمل ايه يعني، احسن من ما فيش يعني. طبعا ربنا يسهل كده ونوفق طبعا في عملية في هذه العملية التعليمية. يعني احنا مش عايزين نضيع عليكم طبعا اللي يخص ان تتعلموا. فحقيقة احنا بنحاول كل الاساتذه حقيقة في القسم شنر واحد، حقيقة احنا بنعمل مجهود خرافي. انا ما اعرفش هل الاقسام الثانيه بتعمل زي ما احنا بنعمل ولا لا، لكن احنا حريصين جدا على حقيقة على مصلحه اللي هي الطلبه بتوعنا. فاحنا ان شاء الله دلوقتي هنبدا بشابتر 3. احنا خلصنا طبعا شابتر 2، وانا شفت حقيقة اللي هي الفيديو بتاع المعيد اللي هو بعت فيه اللي هي عمل لكم شرح اللي هي المسائل، وطلب منكم زوم ريبورت هتسلموه يوم الخميس. يعني فدي حاجه عظيمه، يعني الراجل الحقيقه بيبذل مجهود، وانا برضو من ناحيتها ببذل مجهود. طبعا انا كنت خلصت اللي هو الباب الثاني وكان بينتهي بيه زي ما احنا عارفين اللي هي الايه الرينج والانديورنس. هنبدا دلوقتي احنا في شابتر 3 اللي هو الاكسلريتد فلايت بيرفورمانس. فالاكسلريتد فلايت بيرفورمانس زي ما احنا شايفين اهو بيشمل الاتي، زي ما انتم شايفين قدامكم، اللي هي بيشمل الليفل تيرن اللي هو المفروض ان الطياره عايزه تلف في مستوى افقي على ارتفاع معين. يعني الطياره ماشيه ستريت فلايت وعايز يبدا يلف. طب هيبدا يلف ازاي او يعمل تيرن؟ يعني هيحود ازاي؟ عشان يحود لازم يعمل بانكينج. لما يعمل بانكينج يبقى معناه ان الليفت هيميل، ان احنا عارفين دايما الليفت عمود على الجناح بتاع الايه بتاعت الطياره زي ما احنا عارفين. فهيبقى فيه كومبوننت زي ما هنشوف ده. المهم ان الليفل تيرن هو عباره عن ان الطياره عايزه تلف يعمل منحنى في اللي هي مستوى افق هوريزونتال بلين عند اي ارتفاع. المطلوب في الليفل تيرن اللي احنا عايزين نعرفه، عايزين نعرف الريديوس في تيرن ده بيساوي كام. وطبعا لما بيعمل تيرن هيمشي بايه؟ بانجولار فيلوسيتي اللي هو الريت اوف تيرن. عايزين نعرف بقى الريديوس اوف تيرن واللي هي الريت اوف تيرن اللي هي الانجولار فيلوسيتي. ده اول موضوع. ماشي يا شباب. الموضوع الثاني اللي هو البول اب اند البول داون مانوفر. الطياره ماشيه اللي هي هوريزونتال ات كونستنت فيلوسيتي، ومره واحده الطياره عمل بيتش اب للاليفيتور، فالطياره عندها تندنسي انها تمشي في فيرتيكال بلين. يبقى في ليفل تيرن ده هوريزونتال بلين. البول اب او البول داون ده بيبقى في الهوريزونتال بلين. البول اب الطياره ماشيه هوريزونتال، عمل بيتش اب، الطياره عندها تندنسي، عندها ميل انها تمشي في اللي هي تعمل منحنى في اللي هي وتطلع النص بتاعتها لفوق، يعني في الفيرتيكال بلين، وتمشي اللي هي الانجل بتاعتها هتبقى بوزيتيف، وتطلع عايزه تميل انها تطلع لفوق الطياره. ده هيبقى في الهوريزونتال، ده بيسموه البول اب. وده احنا عايزين نعرف اللي هي الانيشال تندنسي، يعني عند التايم تي بتساوي صفر. مجرد الطيار عمل اللي هي بيتش اب، الطيار هتعمل اللي هي نوز اب، والطيار عايزه تطلع لفوق. في اللحظه اللي عند التايم تي بيساوي صفر احنا عايزين الريديوس ده بيساوي كام، وعايزين برضو اللي هي الريت اوف تيرن بيساوي كام. البول داون عكس الكلام، الطيار ماشيه ليفل فلايت، مره واحده الطيار عمل انفيرتد، اتقلب لحظيا، مش هيمشي هو لحظيا لما بينقلب عنده تندنسي انه يميل، انه يعمل كيرف. لما هيعمل هذا الكيرف برضه اهوت، عايزين برضه نعرف الريديوس اوف تيرن، وعايزين نعمل ونعرف برضه اللي هي الريت اوف تيرن. يبقى الليفل تيرن ده بيبقى في هوريزونتال بلين، وده سستيند، ده مستمر. لكن الثانيه البول اب والبول داون دولت اللي هي بيبقى عند اللي هي دي مانوفرابيلتي بتاعت الطياره عند التايم تي بتساوي صفر، مجرد جاست عند الايه؟ الرياكشن بتاع الايه؟ بتاع الاكشن بتاع اللي عمله الطياره. ثالث موضوع عايزين هناخده اللي هو الفي ان دياجرام، اللي هي الكيرف اللي بيبين الفلايت انفلوب اللي هو المنطقه اللي المفروض نصمم فيها الطياره، وتكون هذا اللي هي الانفلوب او الدياجرام ده تكون الطياره سيف، يعني الحدود الباوندرز اللي احنا نقدر نصمم فيها الطياره بحيث ان الطياره تبقى سيف من ناحيه الاستراكشر، ومن ناحيه الاير داينامكس، ومن ناحيه الايه اللي هي الانجن. لازم الطياره تبقى سيف. ده اللي هو احنا بيه الفي ان دياجرام. رابع موضوع وهو التيك اوف. تيك اوف المقصود بالبرفورمانس ان احنا عايزين نعرف ما هي المسافه اللازمه للطياره انها تعمل تيك اوف. طول الران واي ده بيساوي كام؟ احنا عايزين فين ان الران واي بيعتمد على المفروض وزن الطياره، كل ما وزن الطياره بيزيد فالمفروض ان المسافه الطياره عشان تعمل تيك اوف هتبقى كبير.
فعايزين نحسب ما هو المسافة اللي لأي طيارة تعمل تيك أوف. الموضوع الثالث أو الخامس وهو الأخير وهو اللاندنج، عكس بقى اللي هي تيك أوف، عايزين نعمل لاندنج. ما هي المسافة اللازمة للطيارة أنها تعمل لاندنج، أو طول الران واي اللي المفروض أنها تنزل عليه بسيت ويبقى سيت. فدي الموضوعات اللي هي الخمسة اللي المفروض أن احنا هنناقشها، اللي هي الليفل تيرن، البول أب أند البول داون مانوفر، الفي إن دياجرام، التيك أوف، واللي هي اللاند. دول الخمس موضوعات اللي احنا ايه هنبدأ نشتغل فيهم أو نبدأ نتكلم فيه. هنبدأ بأول حاجة اللي هو الليفل تيرن. لو تلاحظوا كده الليفل تيرن كاتب بهو بين براكتس، كاتب أن أكسلريتد ليفل فلاي. ليفل تيرن أن أكسلريتد ده عبارة عن ليفل 10 هتكون سنتفوزي ان الطياره بتعمل منحنى او كيرف في هوريزونتال بلين هتكون سنتفوزي، يعني السرعه بتاعه الطياره كونز. عايزين بقى الريديوس اوف تيرن، وعايزين معدل الايه اللي هو الريت اوف تيرن بتاع الطياره. ده الموضوع الاولاني اللي احنا قلنا اهو، هيعرف لك ايه هو المقصود بيه، وات از تيرن، ما هو المقصود بالتيرن. زي ما حضراتكم شايفين اهوت، او زي ما انتم شايفين اهوت قدامكم الطياره، وعندك ريديوس اهوت، وعندك اللي هي دلتا ابسايد اللي هي الزاويه، وادي السنتر اوف كيرفيتشر. احنا عايزين نعرف الريديوس بيساوي كام، والانجولار فيلوسيتي اللي المفروض الطياره ديت هتعملها، اللي هي موجود تحت اهو ابسايدوت تحت اهو في السلايد من تحت، اللي هو ابسايدوت اللي هي الليمت لما دلتا تي بتقول الى زيرو دلتا ابسايد دلتا تي. يبقى الترن التعريف بتاعه قال لك الترن ده ليفل تيرن هورزونتال بلين عند ارتفاع معين. الترن از تشينج ان فلايت باس دايركشن. التيرن ريت هو عباره عن تايم ريت اوف تشينج ان هيدنج، تغير اللي هي اتجاه او المسار بتاع الايه اللي هي الطياره. نبدا بقى ايه، لو تلاحظ برضه انا كاتب لكم اللي سستيند ليفل تيرن، لان الثاني فيه البول اب والبول داون ده ما هو سستيند، لا ده لحظيا، لكن ده سستيند ده مستمر. عشان كده بدك برضه من قوسين برضه عشان الناس او يعني عشان كتبوا ايه فاهمين الموضوع ده، ان اكسلريتد ليفل تيرن، ان اكسلريتد ليفل تيرن. ايه بقى لكن الليفل تيرن عباره عن از وان ان ويتش اللي هي الكيرف فلايت باس از ان هورزونتال بلين بارل تو الجراوند. وده هيبان لكم السلايد اهوت ليه احنا بنعمل هذا التيرن. زي ما انت شايف ابص الطياره عندنا في ثلاثه في 3 بوزيشنز اهو زي ما انتم شايفين قدامكم. الطياره في النص اهوت الاتيتيود بتاع الطياره ده فور ليفل فلايت، الطيارة ماشية عند ارتفاع معين وعلى ارتفاع معين وماشية في الهورزونتال في المسار اللي هي ستريت. طب هو عايز يميل، عايز يحود يمين او يحود شمال زي ما انتم شايفين اهو. عندك اللي هي الاتيتيود فور رايت تيرن، عشان يعمل لازم يعمل بانك. هتقول له طب ما احنا ممكن نستخدم اللي هي الرادار. لا الرادار لا يستخدم. الرادار لو انت استخدمته الطيارة صح هتميل بالنص بتاعتها، بس هتمشي في خط مستقيم. يعني هتمشي في ستريت لاين. عمرها ما تقدر تعمل كير. يعني بالرادر اللي تحت الورا ده لو انت عملت الطيار عم ميله شمال او يمين فالطيارة هتلف يمين او شمال هتعمل يوي، بس يوينج برضه هتمشي في ستريت، عمرها ما تعمل ايه اللي هي كير. فالكيرف ده لازم تعمل ايه اللي هي بانكينج بواسطة زي ما انتم عارفين اللي هي الكير. يبقى اذا بالنسبه لهنا اهو عندك فيه طبعا اللي هو اون ستريت هيعمل بانكينج زي ما انت شايف، عايز يمشي يمين او يحود يمين فبيعمل اللي هو رايت تيرن، او العكس بيعمل اللي هي ايه ليفت تيرن في الثلاثة سلايدز اللي انتم شايفينها، والثلاثة الصورة اللي قدامكم في الأشكال الثلاثة المختلفين اللي قدامكم. اه واضح بقى دلوقتي اهوت، ادي الفلايت باص اللي انا بقول اهوت موجود قدامنا. الفلايت باص طبعا اللي زي ما انا قلنا اهو الطيارة ماشية اهي، ادي الفلوستي دي ما لا نهاية، ادي الريدس بتاعنا، ادي الابسايد. وطبعا هنا زي ما تشوفوا ده عبارة عن بص من فوق توب فيو بتاع الطيارة. وبعدين في عندك الفلايت باص اهوت، عايزين كل اللي انا عايزه بقى دلوقتي ان انا عايز اعرف الار ده بيساوي كام، وعايز اعرف اللي هي ابسايدوت او الانجولار فيلوسيتي، لان الفي دي هي دهيت هي عباره عن اوميجا في ار، والاوميجا هي عباره عن اللي هي دي ابساي باي اللي هي باي دي تي. ده المطلوب في بالنسبه لنا في حاله اللي عشان كده قال لك الليبر تيرن از وان ان ويتش ذا كيرف فلات باس از ان هورزونتال بلين بارل تو ذا جراوند. الفلات باس اند ذا فورسز فور ان اير بلين ان ليفل تيرن موضحها في الشكل، هوريكم الشكل في نهايه اهو. لو رحنا للشكل بتاعنا اهو برضو ده لسه برضو ده بتعمل تيرن باين لك برضو اللي هي الريديوس وادي لك الاوميجا اهو. الطياره مالته، فعندك زي ما احنا شايفين اهوت عندنا ادي الليفت وادي اللي هي
تو كومبوننتس فيه. تعرف تعمل بانكينج اهو هيبدا ان هو زي ما احنا شايفين اهوت ادي الفورس ده الليفت فورس ادي الليفت ادي الطياره مايله ادي الجناح اهو مايل اهوت وادي الزاويه بتاعتي دي هي فا بس يمكن بس مش واضحه شويه لكن دي اسمها فا بنسميها فا الليفت اهو بقى الليفت طبعا عمودي زي ما انتم شايفين اهوت الليفت ده هيبقى له مركبه اهوت هيبقى ال كوزاين فا يبقى المركبه دي ال في كوزاين اهوت يبقى ده ال كوزاين فا المفروض ال ال كوزاين فا لازم تساوي الايه لازم تساوي الوي وبالتالي في الحاله ديت الليفت لازم في الحاله اللي هي الليفل تيرن الليفت لازم يكون اكبر من الويت ان كوزاين فاي اقل من الواحد زي ما احنا عارفين صح ولا لا الكوزاين بتساوي واحد امتى لما فاي بتساوي زيرو يبقى معنى كده ان الليفت اللي هو ده لازم هيكون اكبر من اللي هي الويت لما بنميلنا هو زي ما احنا قلنا الليفت يبقى فيه عندك مركبه اهوت في اتجاه الايه الراديوس اهو ده السنتر بتاعك هيبقى فيه اف ار دي عباره عن الفورس في الراديال دايركشن اللي هي مركبه الليفت في الراديوس دايركشن بنسميها اف ار يبقى الليفت هنحلله لمركبه اهو يبقى مثلث السرعات بتاعت الاكوليبريم هو ده المثلث ده الاكوليبريم اللي هي تريانجل اللي هو نفسه الكلام هنا اهو الويت اهوت وادي الايه عايزين بقى باستخدام اللي هي الاف ار دي عايزين نحسب اللي هي الراديوس اوف تيرن بتاعنا اهو الار ده بيساوي ماشي يبقى اذا الطياره مالت بزاويه فاي الليفت نهوت لازم يبقى كبير لان عشان الليفت لازم كوزين الزاويه لازم يكون بيساوي الويت لان لو الليفت بيساوي الويت بس كان على طول الطياره هي تقع مننا ما تنفعش ما تقدرش تعمل بانك يعني اي طياره لو انت عامل الليفت بيساوي الويت تعرف حتى الليفت بيساوي الويت عمرها ما هتقدر تعمل لازم الليفت يبقى ايه اكبر من الويت ايه معناها الليفت اكبر من الويت معناها ان لما باجي اصمم انا طياره من ناحيه الاستراكشر ما بصممش الطياره الاستراكشر الهيكل بتاعها على اساس ان الليفت بيساوي الويت ياخد وزن الطياره هو بيساوي الليفت واصمم الطياره بس على هذا الاساس لا ده انا لازم اصمم الهيكل بتاع الطياره اللي يشيل ويت مثلا 2 الويت ولا 3 الويت زي ما هنشوف بعد كده لان البانكينج ده الميل بتاع الطياره ده الليفت بيزيد فانت لازم الجناح بتاع الطياره اللي هي الريبس والسبارس والحاجات دي كلها لازم تتحمل والا الطياره يحصل لها ايه اللي هي فيلر يحصل فيه دامج للطياره واضح فما نقدرش نصمم طياره الهيكل بتاع الطياره على اساس ان الليفت بيساوي عم لازم الليفت لازم يكون اكبر من الويت اللي احنا بنسميه اللي هي اللود فاكتور وده هنشوفه في اللي هي بعد قدام شويه يبقى اذا دي ده اللي هو عباره عن ايه الفورس اللي هي الدايجرام بتاع لو رجعنا تاني عشان نكمل بس الكلام بتاعنا صح قال لك الاير بلين فلايت باس طبعا زي احنا قلنا مش شافع زي ما احنا شفنا هناك قال لك ان الاير بلين از بانكد او رول ثرو ان انجل فاي لما الطياره بتعمل اللي انجل فاي الفلايت باس بتاعنا طبعا ما في عندك اللي هي ريديوس اوف تيرن بتاعنا ريديوس بتاعنا اوف كيرفيتشر اللي هو عباره عن هو نبدا ناخد بقى ليه الفورس اد الدياجرام بتاعنا بالنسبه لنا في الحاله ديت اللي فورس سستيند ليفل تيرن لازم الثراست بيساوي ليه الدراج لان الطياره ماشيه قلنا في ايه؟ الطياره ماشيه بكونسنت فيلوستي اهو الطياره ماشيه هنا اهوت على المسار ده هنا في اهي المفروض ان هي ماشيه في الليفل تيرن والفي دي كونسنت وبالتالي الفي لازم تساوي ليه؟ الثراست لازم يساوي اللي هي الدراج. اوكي؟ يبقى عندنا فور سستيند ليفل تيرن المفروض ان هي الثراست بيساوي الدراج. من الشكل اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو اهوت ان الليفت كوزاين الزاويه دي لازم يساوي الويت يبقى الليفت عندنا ايه؟ فروم الفيجر الويت لازم يساوي الليفت كوزاين اللي هي الزاويه. وبالتالي زي ما انا بقول ان الليفت لازم يكون اكبر من الويت. الكوزاين 5 في الحاله ديت اهي زي ما احنا شايفين قدامنا. هي عباره عن دبل اوفر ال بنعرف بقى حاجه اسمها اللود فاكتور او النمبر اوف جيز بتاع الطياره اللود فاكتور اللي بنعرفه ان اللي عباره عن ان ال على ده ال ال على دبليو بتساوي 1 فور اللي هي ليفل فلاي فور ستريت فلاي لكن لو بتعمل بانكينج لازم الليفت لازم يكون اكبر من والا الطياره ما تقدرش تعمل اللي هي بانكينج على الاطلاق يعني او يعني هتعمل بانكينج بس في الحاله دي ممكن الهيكل بتاع الطياره يتكسر لازم طبعا بنصممها دايما ان الليفت لازم اكبر من الويت لازم شويه الهيكل بتاع الطياره زي ما هنشوف دلوقتي بعد كده الفي ان دياجرام ممكن يحصل له دامج يعني وبالتالي كوزاين في الزاويه اللي هتميل بيها الطياره بتساوي واحد عليها لان ده اللي هو بيسموه النمبر بجيز بتاع الطياره او بيسموه اللي هو اللود فاكتور بتاع الطياره يبقى اذا الفاي عباره عن كوزاين ماينس 1 واحد يبقى عرفنا دلوقتي اللي هي الزاويه فاي الزاويه اللي بتميل الطياره بتعمل بيها بانكينج هي عباره عن اللي هي كوزاين ماينس 1 على الان.
من البرفورمانس كاركترستيكس اللي احنا عايزين زي ما انا قلت لكم في الاول محاضره او في اول سيشن ان التو برفورمانس بارامترز اللي احنا عايزين نعرفهم هنا هم عباره عن ايه. عايز اعرف التيرن ريديوس ار المطلوب مننا نعرف ار, وعايز كمان التيرن ريتي اللي هي اوميجا. اوميجا اللي احنا قلنا دي اي باي باي دي تي. ازاي الاول هنبدا نجيب الار, وبعدين بعد لو عرفنا الار نقدر نجيب الايه اللي هي اللي هي. قال لك في حاله اللي هي لما الطياره بتعمل اللي هي تيرنينج, احنا عارفين الاف ار فيه اللي هي الفورس في الريدل المركبه بتاعه الليفت في الريديوس دايركشن عباره عن اف ار. اما نرجع للشكل بتاعنا تاني, ادي الاف ار. اف ار بتساوي كام؟ بتساوي ال ال اهو صح ساين ماشي. يبقى عرفنا ايه الاف ار فورس, فورس دي معروفه اهي اللي هي المركبه بتاعه الايه الليفت اللي هي الاف ساين اللي ايه اللي هي فاي الزاويه الفاي بتاعتها. يبقى الاف ار هي عباره عن ال ساين فاي. عشان نحسب بقى التيرن ريديوس ار اللي هو اهو من الفورس دياجرام عندنا الاف ار بتساوي كام؟ نرجع لها الاف ار دي هي عباره عن دا تربيع ماينس اللي هي دا تربيع مثلث فيثاغورس يعني صح؟ وده اللي هو عباره عن ده اللي هو عباره عن الولد. ماشي؟ يبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ال تربيع ناقص اللي هي دبليو تربيع الجذر التربيع. ادينا الايه؟ الكلام ده. يبقى عندنا اهوت اللي هي اهوت. يبقى من الفورس دياجرام الاف ار هي عباره عن الجذر التربيع ال تربيع ماينس اللي هي الويت تربيع. او الاف ار اللي هي الفورس في الريدل, الاف ار اللي هي الفورس في الريدل دايركشن. فورس في اتجاه الريدل بتساوي كام؟ يبقى الفورس في الريدل دايركشن هي عباره عن دبليو سكوير روت اوف ال سكوير على دبليو سكوير ماينس 1. واحنا عرفنا ان ال على دبليو بتساوي كام؟ اهي ال على دبليو هي عباره عن ان اللي احنا سميناها ايه؟ اللود فاكتور ان. يبقى معنى كده في الحاله دهيت هنشيل بقى اللي هي ديت ونحطها ان سكوير. يبقى الفورس في الراديال دايركشن هي عباره عن الويت سكوير روت اوف ان سكوير ماينس 1. يبقى عندنا هنا الاف ار هي عباره عن دبليو سكوير روت اوف ان سكوير ماينس 1. طبعا زي ما بقولنا هو الاير بلينز موفي ان سيركلر باس ويز راديوس اللي هي ار ات اللي هي فيلوستي اللي هي في من النهايه. يبقى الريدس بتاعنا في الحاله دهيت عندك طالما انه ماشي على كيرف, اي حاجه ماشيه على كيرف فالمفروض في ريدس اوف كيرفيتشر بتاعنا وفي اكسلريشن. الاكسلريشن في الريدس اللي هي سنتريفيجال فورس هي عباره عن ال دي انفينيتي سكوير اوفر نتيجه انها ماشيه على ايه اللي هي كيرف. احنا عندنا اهوت في الحاله ديت يبقى في اكسلريشن في اتجاه الريديال دايركشن. لو رجعنا للرسمه بتاعتنا تاني بتاعت الفورس دايجرام اهو, يبقى في هنا في فورس اف ار وفي اكسلريشن اهوت اهي. الاكسليشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن السرعه بتاعت الطياره تربيع اوفر اللي هي الريديوس بتاعنا اللي هو اللي هو الريديوس اوف تير. يبقى عرفنا دوت, يبقى عرفنا الاكسليشن. لو ضربنا الماس في الاكسليشن بتساوي كام؟ قانون نيوتن الثاني الماس في الاكسليشن يعني لو ضربنا وزن الطياره في الاكسليشن هيدينا على طول الاف ار, ومن هنا نقدر نطلع على طول الريديوس بتاعنا اللي هي ار اهو. يبقى اذا بالنسبه لنا ال اف ار هنطبق بقى قلنا قانون اللي هي الريدال دايركشن اكسليشن بتاعت عباره عن اي ار اللي هي عباره عن في انفينيتي سكوير اوفر اللي هي ار على هي. يبقى هو نيوتن سكند من نيوتن سكند لو نقدر نجيب الاف ار طبعا قانون نيوتن. الماس في الاكسليشن هي ام في الفي انفينيتي سكوير اوفر ار هي عباره عن وزن التيار, الوزن اللي هو عباره عن اسفل الماس اللي عباره عن دبليو اوفر جي, وهنا طبعا في في انفينيتي سكوير اوفر اي اللي هي ار الاكسلريشن. من المعادله دي نقدر نطلع على طول بقى ايه؟ نطلع اللي هي الار. مفيش اكتر من كده. اه عرفنا الاكسلريشن عوض من يبقى من المعادله واحد دي عوض نهوت اللي هي الاف ار هي اللي دبليو في ان سكوير ماينس واحد, ومن المعادله ديت اهي الاثنين ده من هنا ومن هنا نقدر نطلع الار هي عباره عن في انفينيتي سكوير على الجي في سكوير روت في ان سكوير ماينس 1. وده اول مطلوب بالنسبه لنا في حاله الايه اللي هي الاف الريديوس اوف تير. يبقى الريديوس اوف تير بتاع الطياره في حاله اللي هي السستين ديليفري تير الار هي عباره عن السرعه تربيع على جي عجله الجاذبيه اللود فاكتور تربيع ماينس 1 طبعا سكوير روت اوف الكلام ده. ده اول مطلوب عرفناه فيري سمبل. يعني المطلوب الثاني وهو التيرن ريت اللي هي الانجولار فروس اللي هي اوميجا. الانجل احنا قلنا الطياره ماشيه على اللي هي الكيرف, والكيرف ده المفروض على السيركل اللي هي الريديوس
فالمفروض ان السرعه بتاعتنا اللي هي اوميجا هي عباره عن، او السرعه هي في هي عباره عن اوميجا في ار. السرعه بتاعتنا نرجع تاني للشكل بتاعنا، مش مشكله خالص، اهو يعني زي ما انت شايف اهو اوميجا اللي هي اهو هنا اهو ماشي، المفروض ماشي في دي اللي هي عباره عن اوميجا في ار. الار تعرف تبقى عرفنا اوميجا خلاص، والاوميجا اللي هي تعتبر دي فاي باي دي سي او دي ابساي باي دي سي باي دي تي. يبقى اذا بالنسبه لنا نقدر نطلع اللي هي ريت اوف تيرن بتاعنا فيري سيمبل. يبقى ريت اوف تيرن هنجيب اوميجا اللي عباره عن دي ابساي باي دي تي زي ما شفنا هناك. يبقى الفي انفينيتي عباره عن اوميجا في ار، الفي انفينيتي معروفه، الار احنا خلاص حسبناه نقدر نجيب الايه الاوميجا. يبقى الاوميجا هي عباره عن في انفينيتي اوفر ار، طلعنا ان ده كله معروفه والار معروفه. نعوض بقى من الايه؟ من الار اهي اللي هي في انفينيتي سكوير على الجي في الايه الجهاز التربيع سكوير. يبقى نطلع على طول طبعا في هتروح مع في سكوير واحده منهم هتضيع، يبقى تفضل عندنا اوميجا هي عباره عن الجهاز التربيعي او الجي الجهاز التربيعي سكوير دي ماينس 1 على اللي هي اي تي. طبعا دي المعادله 1 2 و3 دي بتديني الار اللي هي الريديوس اوف تيرن، ودي بتديني اللي هي الثلاثه بتديني اللي هي الريت اوف تير. يبقى عرفنا دلوقتي اللي هي ده. طبعا من المعادله 2 و3 واضح ان ايه؟ ان الار والاوميجا الريدوس اوف تير بتاعت فانكشن في الايه هنا؟ فانكشن في الفي ما لا نهايه، فانكشن في الايه؟ في اللود فاكتور ان. اللود فاكتور اللود فاكتور بيساوي كام؟ اللود فاكتور هو عباره زي ما احنا قلنا اللي هي ال على الايه؟ على الويت. ان بتساوي واحد يبقى الاوميجا هتساوي كام؟ سواء صفر صح ولا لا؟ لو انت رجعت هنا لو كانت ال ان بتساوي واحد يبقى المفروض ان الليفت يعني بيساوي الويت، يبقى الار هتساوي كام؟ ما لا نهايه، ستريت ماشي ستريت، ما يقدرش يعمل كيرف، ما يقدرش ما يبقاش فيه ستريت في الحياه، ما يبقاش قصدي فيه كيرف في الحدث او يعمل اللي هي تيرن. وبالتالي اي طياره طبعا لازم، وهي اكشوال لازم مصممه على اساس ان دايما عندنا فيه الليفت دائما اكبر من اللي التصميم يعني بتاع الطياره. الطياره وهي ماشيه ليفل ستريت ليفل فلايت الليفت بيساوي الويت، لكن عشان يعمل يميل يمين او شمال لازم يكون عنده اللي هي الليفت اكبر من الويت، اذر وايز الطياره تحصل ايه اللي هي الاستراكشر بتاع الطياره يحصل له اللي هي فيلير او يحصل له فيه انهيار. يعني اذا كان مصمم على اساس ان الليفت، يعني انا مصمم انا الجناح بتاع الطياره والفيوزلاج بتاع الطياره على اساس ان الريبس ريسبونس تشيل بالت فقط الليفت يساوي الويت، لو عملنا الكلام ده لا الطياره ممكن تحصل لها فين، ما تقدرش تعمل بانكينج، ولو عمل بانكينج هيحصل ايه فيه. فدايما بنصمم الطياره بحيث دائما وابدا الليفت اكبر من الويت اللي احنا بنسميه اللود فاكتور اللي هو ان، والان زي ما موجود دلوقتي هتلاقي في الطيارات اللي هي الباسنجر اللي في حدود اللي هي ثلاثه، وبيبقى كمان في السالب زي ما هنشوف في ان الدايجرام. طبعا ده اللي هو ايه اول موضوع اللي هو عباره عن اللي هي الايه الليفل تيرن والسستيند ليفل تيرن اللي احنا قلنا ماشي. طبعا الهاي مانوفرابيلتي عشان الطياره تكون مانوفرابيلتي بتاعتها كويسه، يعني تكون المناوره بتاعتها كويسه، عايزين الاوميجا تكون ايه؟ عايزين الار ده يكون اقل ما يمكن، بالذات الطيارات الحربيه. يعني الطياره الحربيه الطيار جاي له في صاروخ جاي له او في اي مدفع عايز يضربه عايز يهرب منه، فالمفروض ان الريدس اوف تيرن ار ده يكون ايه؟ اقل ما يمكن. مش كده ولا ايه؟ الار ده لازم يكون ايه؟ ار مينيمم. والاوميجا بتاعته ديت اللي هي المانوفرابيلتي بتاعته الاوميجا دي تكون اكبر ما يمكن. انا عايز ايه؟ اللي هي في وبالتالي بقول ان هو فور هاي مانوفرابيلتي فور مانوفرنج برفورمانس اوف ان اير بلين بوث ميليتري اند سيفل ات از ادفانسز تو هاف اللي هي ذا سمولست بوسيبل ار اقل ما يمكن، وعايزين اللارجست بوسيبل اللي هي اوميجا اللي هو جاي من الايكويشن. بقى عشان نحقق بقى ان عندنا ار تكون اقل ما يمكن وعايزين الاوميجا اكبر ما يمكن، يبقى لازم ان تكون اكبر ما يمكن ماكسيمم لود فاكتور، والفي معناتها تكون اقل ايه ما يمكن من المعادله. اوميجا انت عايز اوميجا ماكس يبقى لازم ده يكون ايه اقل ما يمكن، وده لازم يكون اكبر ما يمكن. لو رجعنا للمعادله الثانيه الار ده انت عايز ار ده ايه مينيمم، يبقى المفروض ان ايه اكبر ما يمكن والفي معناها لازم تكون ايه اقل. ده اللي هو ليه الكلام. طبعا هو في كماله بس انتوا حقيقه ده انا ما رضيتش اعمله لكم لان ده هيبقى حقيقه مستوى عالي شويه. المفروض ان نقدر نجيب بقى ما هي ان ماكسيمم للطياره، وما هي الفي المينيمم، وما هو المينيمم تيرن ريديوس بتاع الطياره. فده بقى فيها ديريفيشن وفيها ديفرنشيشن، والموضوع ده موضوع بقى ناس يعني مش هنتكلم فيه، ده موضوع اللي هي في الطلب في يعني يعني الوقت اصلا ما يسعفناش له ومش مطلوب منكم، يعني احنا مجرد نعرف بس فكره عن اللي هي الايه
الاكسيد ليفل الاكسيد فلاب برفورمانس, وخاصه اللي هي اللي الجزء بتاع اللي هو السستيند ليفل تيرن. مش عايزين اكتر من كده, مش هندخل في حاجات مش مطلوب مننا. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني اللي هو المفروض المنوقة بقى ده انستنتينيوس, ده سستين. الاولاني كان سستين, هنا لا, ده انستنتينيوس مانوفر, يعني لحظيا اللي احنا سميناه اللي هو البول اب والبول داون. ايه هو بقى البول اب وايه هو البول اللي هي داون؟ قال لك ان هنا البول اب مانوفر, قال لك هنا نعتبر ان الطياره كانت اهي, نشوف الرسم بتاعت اهي الطياره ماشيه ليفل فلات, وفي طياره برضه ثانيه اهي كمان ثانيه دي اهي زي ما انت شايف, كانت ده فيرتيكال بلين, الطياره كانت ماشيه ستريت اهي. مره واحده الطياره راح داس على الايه, على الليفيتور, رفع فالنوز عايزه ترتفع لفوق, النوز عايزه ترتفع لفوق, عشان النوز ترتفع لفوق فعاد الطياره عندها تندنسي انها تعمل كيرف في هذا الايه, في الفيرتيكال بلين ده. يمكن واضحه الصوره دي تكون احسن. الطياره اهيت, مره واحده كان الليفت بيساوي الويت في الاول, مره واحده عمل بيتش اب, فالطياره عايزه لما بيرفع النوز مره واحده يبقى الانجل فتاك هتزيد, وبالتالي الليفت هيبقى اكبر من الويت اهو, وهيعمل زاويه سيتا. هنا احنا عايزين بقى نشوف لك ايه, عايزين الريس عند ايه, عند تي بتساوي صفر وسيتا بتساوي صفر, يعني عند اللحظه اللي عمل فيها بيتش اب الار, الطياره عندها ار بتساوي كام, وعندنا اللي هي الانجلر بروس ده بتساوي كام. هنا ده مش سستين, ده مش هيستمر, ده لحظيا مجرد عمل بيتش اب للي هي الطياره, مجرد لحظيا فقط لا غير. ده يبقى اذا بالنسبه لنا اهو البول اب, الا كونسيدر ان بلين ان ستريت اند ليفل فلايت, الليفت كان بيساوي الويت وهي كانت ماشيه, الليفت بيساوي الويت مش اي مشاكل. وبعدين حصل ايه؟ قال لك ذا بايلوت سادنلي بيتشز اللي هي ذا اير بلين تو اي هاير انجل اوف اتاك, عمل زود الانجل اوف اتاك, وبالتالي الليفت بقى اكبر من الويت. يمكن هيبان ده من هاف, الليفت اكبر من الويت. لما الليفت بيكون اكبر من الويت ايه اللي بيحصل؟ الطياره عندها ميلها بيكوز الليفت الاير بين ويل ارك ابورد, الطياره هتعمل كيرف الايه؟ في اللي هي الفيرتيكال بلين. الفلايت باس في الكيرف الدوت باس هيبقى في الفيرتيكال بلين. احنا عايزين بقى, لكن عشان كده قلنا ايه ده الحاله دي, قال لك ان هي البول اب هو عباره عن انستنتينيوس تيرن او انستنتينيوس مانوفر, لان ده لحظيا عند التايم تي بتساوي صفر لاحظت ان الطياره عمل بيتش اب للفيتور بتاعه, الريدس بتاعنا هيساوي كام والسيتا بتاعتنا والانجل بوست بتساوي كام, وليست مستمره. يبقى عايزين نجيب الار برضه, وعايزين نجيب اللي هي الاوميجا اللي هي دي سيتا واي دي تي اهو, عايزين نجيب اللي هي ادي السيتا دي سيتا واي دي تي, وعايزين نجيب كمان اللي الار ده, الار ده لحظيا. اوكي, يبقى هنا قال لك ان هنا التيرن ريدس ار عباره او التيرن ريدس ار والتيرن ريت اللي اوميجا اللي عباره عن دي سيتا, عايزين نجيب الار ونجيب اللي هي برضه اللي هي سيتا دوت اللي هي تيز ديفرنت. طبعا ده بيختلف عن اللي الليفل تيرن, الليفل تيرن ده سستين, بنفس اللي هي نفس البروسيدر اللي احنا عملناه في حاله اللي هي الليفل تير. الاختلاف الوحيد ان احنا هنا ده مش سستين, ده عشان كده انا بقول لك ان ايه اتس ديفرنت فروم الليفل تير, ده بيختلف عن الليفل تير لانه ده عباره عن انستنتينيوس مانوفر. قال لك ان هنا الريديال فورسز ار عند التايم تي بتساوي صفر, اللي احنا بنقوله عند التايم تي بتساوي, يعني عند زي ما احنا قلنا الطياره عمل بيتش اب, فالطياره انا اهوت عايزه تعمل اهو هنا ماشي, كانت ماشيه هورزونتال, عمل بيتش اب الطياره هتعمل عندها منها تعمل كيرف او تمشي على كيرف, عايزين نجيب الريدس ار وعايزين نجيب الانجولار بوستي الى ام. طبعا لما بيعمل بيتش اب فالليفت هيبقى اكبر من ويت, وبالتالي زي ما احنا شايفين اهوت عند التايم تي بتساوي صفر سيتا بتساوي صفر, الفورس في الريديال دايركشن بقى في الحاله دي اهو, الفورس في الريديال دايركشن هيبقى عباره عن ايه؟ الليفت اكبر من هيبقى ال ماينس دبليو. لو خدنا ال دبليو طلعناها بره اهو البوز بتاعتنا, يبقى هتبقى عباره عن ال على دبليو, ال على دبليو عباره عن ان ماينس 1. نفس الكلام طبعا هنا عباره عن كيرف مش على كيرف, يبقى فيه اللي هي سنتريفيوال فورس اكسلريشن في الريديال دايركشن دوت. السنتريفيوال اكسلريشن هي عباره عن الايه؟ الفي سكويرد اوفر ار. لو طبقنا قانون نيوتن الثاني اللي هي الماس في الاكسلريشن بتساوي الريزلتنت فورس, يبقى الاف ار اهيت اللي هي دبليو في ال اللي هي عباره عن الويت على جي بتدي لك الماس, هنساوي الاثنين ببعض اهو, يبقى هنا الام في الفي انفينيت سكوير هي عباره اهي هتساوي ايه؟ هتساوي الكلام ده اللي هو دبليو في ان ماينس 1. لو سوينا ده بهنا
يعني سوينا الاف ار بالام في انفينيت سكورد اوفر ار، هنطلع على نحصل على الريدز بتاعنا اللي هو الار. هيساوي كام في الحاله دي زي ما احنا شايفين؟ الار هي عباره عن في انفينيت سكورد على الجي في ان ماينس 1. هناك كانت في حاله اللي هي السستيند كانت الفي انفينيت سكورد على الجي في الجذر التربيع الان سكورد ماينس 1. هنا لا، الار هي عباره عن في انفينيت سكورد على الجي في اللي هي السكوير روت او ار اللي هي تقوس اللي هي ان ماينس اي اللي هي 1. برضه نفس الكلام، عايزين نجيب اللي هي ريت اوف تيرن، ريت اوف تيرن اللي هي الفي هي عباره عن اوميجا في ار، عايز يمشي على كيرن اهوت. فعندك في انجولار فيلوسيتي، الانجولار فيلوسيتي بيساوي كام؟ اللي هي عباره عن الدي سي تباي دي سي، يبقى عباره عن هي اللي هي الفي انفينيتي في الار هي عباره عن الاوميجا، وبالتالي اللي هي او الفي انفينيتي بتساوي الاوميجا في ار، وبالتالي الاوميجا هي عباره عن في انفينيتي اوفر ار. يبقى انا اهوت لو عوضنا من المعادله اللي هي 4 ديت او من الار وعرفنا اهوت اللي هي الفي، نعوض بالفي الار اهي، نعوض بيها اهوت، هطلع على الجي الان لود فاكتور ان ماينس 1 على الفي انفينيتي سكوير. يبقى بالنسبه لحاله البول اب مانوفر، الريديوس اوف تيرن بتاعنا ده الريديوس سن امتى؟ ده مش سستين، ده عند اللحظه، ده لحظيا عندما السيتا بتساوي صفر. الميل بتاع التيرن هتمشي كيرف، هتمشي على كيرف كده بيساوي كام؟ اه بيساوي في انفينيتي سكوير على الجي في. والاوميجا هي كام؟ اللي هي دي سيتا باي تي عباره عن في انفينيتي في تي في انفينيتي او جي في ان ماينس 1 على اللي هي الجي نهائي. ده هو ده المانوفر او ده اللي هو الايه البرفورمانس بتاعت الطياره في حاله اللي هي البول اب. البول داون عكس الكلام ده بقى، الطياره في الحاله دي هي الزائر بين انيشن ستيت اند ليفل فلايت، وبعدين حصل ايه؟ اه حصل انفيرتد فلايت. تعال شوف ماشيه، كانت اهي كانت ماشيه هوريزونتال كده جميل، فلايت الفلوسيتي في اهيت مش ستيت، مره واحده حصل انفيرتد طياره، وبالتالي ادي الليفت وبقى الويت كمان لتحت. يبقى الفورس في اتجاه الريدر دايركشن بتساوي كام؟ عباره عن اوميجا زائد ار، يعني الاف ار اوميجا زائد اي او تساوي الويت زائد اللي هي ال. الانيشال تندنس يعني مجرد عمل انفيرتد هنا في اللحظه ده، هي الفورس ان هو خلاص اهيت، وهيعمل فيه عندنا كمان في سيتا نوت، وهيبقى في عندنا ريدس عندها تندنس انها تعمل كيرف. الكيرف ده بقى عايزين نجيب الار ده بيساوي كام، وعايزين نجيب كمان اللي هي ريت اوف تيرن دي سيتا ودي تي بتساوي كام. اهو دي يمكن يبان في السلايد الثاني، اه ترى اتقلبت، ادي الاوميجا، ادي ال، الميل اهو هتمشي على كده. الار ده هيساوي كام بقى؟ والسيتا بتاعتنا اللي هي دي سيتا ودي تي بتساوي كام؟ نفس الكلام. يبقى هنا نفس الطريقه اللي احنا عملناها في البول اب، قال لك هير ان اير بلين انيشيالي ان ستريت اند ليفل فلايت، كانت ماشيه ستريت وليفل فلايت، سادنلي لحظيا is rolled to an inverted position that elevated such that اللي هي بص في الحاله دي الليفت والويت لتحت نازلين ايه في اتجاه اللي هي داون، يعني كما هو موضح طبعا مش شايف. الاير بلين في الحاله دي الاير بلين ويل بيجن تو ايه تو تيرن داون وورد ان ايه ان اي فيرتيكال بلين. طبعا ده كله برضه في الايه ما تنساش في الفيرتيكال، الهورزونتال اللي هو عباره بس عن ايه سستيند ليفل تيرن، لكن البول اب او البول داون ده في الفيرتيكال. في الحاله ديت عندك اللي هي هتعمل اهو زي ما احنا في الفيرتيكال بلين، وهيبقى في عندك ريدس اللي هو ار ريدس اوف تيرن، وعندنا كمان اللي هي الانجولار بلوس اللي هي دي سي تبا دي تي او الاوميجا او اللي هو ريدس اوف تيرن. الار هنجيبها ازاي والاوميجا نفس الكلام اللي فاهم، عندنا الاف ار معروفه، بس الاف ار هنا عباره عن ايه؟ اللي ال زائد دم هنا المجموع الاثنين، وعلى الطبع وطبعا في سنتريفيال فورس اللي عباره عن ام في الفي انفنت سكويرد اوفر ار، تساوي الاثنين ببعض تقدر تيجي نطلع الريدس ار نقدر نطلع ده هنجيبه في ايه؟ ما تنساش عند تايم تي بتساوي صفر، الكلام ده اللي انا بجيبه من الكويشن دي الار والاوميجا ات تايم تي بتساوي صفر، اللحظه اللي عمل فيها انفيرتد وليس سستيند ما هوش مستمر لا. يبقى نوت اللي عند اللحظه دي تاتي اللي ام في في سكوت هي عباره عن ال زائد دبليو، الاثنين ببعض نفس الكلام اهوت، هتلاقي ان هنلاقي ان هنا ان الار عباره عن في سكوت على جي في الان بلس 1، وهنلاقي ان الاوميجا في الحديثه اللي عباره عن جي في الان بلس 1، ان الاوميجا في ار هي عباره عن الايه؟ الفي صح؟ يبقى عندنا المعادلتين بتاعتنا دي بالريدوس اوف تيرن في حاله اللي هي البول داون، البول داون مانوفر هي عباره عن فين سكود على جي في الان بلس 1، والاوميجا هي عباره عن جي في الان بلس 1 على الفين. وعندنا في حاله البول اب مانوفر هنا كل الاختلاف ان انت عندك ايه بدل ما كانت ان بلس 1، لان هنا كانت ان ماينس 1، هناك عندنا ان بلس 1، ده اللي هو ليه البول اب وده البول داون مانوفر. وبالتالي في حاله اللي هي البول اب او البول داون او اللي هي سستيند ليفلتين عرفنا دلوقتي اللي بقى المطلوب مننا بس نعرف اللي هي الار بتاعتنا بتساوي كام، ونعرف اللي هي الاوميجا اوف تيرن الريد اوف تيرن بتاعنا بس بيساوي كام.
ده كل المطلوب بالنسبة في حالة اللي هي السستين ليفل تيرن. وطبعا في الحالة دي هي الار اللي احنا زي ما احنا قلنا اللي هي عبارة عن الفي في السكويرد على جي في الجزء التبريد من سكويرد مانس 1. وعندنا الأوميجا هتبقى عبارة عن اللي هي جي في الجزء التبريد من سكويرد مانس 1 على الفي في ما نهاية على في ما نهاية في ما نهاية. وعندنا هنا البول اب وعندنا البول داون عرفناه نفس الكلام اللي هي بالمثلين. المطلوب مننا هنا في بتاع بقول لك طب ما هو تأثير السي ال ماكس الماكسيمم ليفت كوفيشن والماكسيمم لود فاكتور ان على الانستنتينيوس مانوفر ات ان لارج. لو كانت ان فيري لارج ما هو تأثير السي ال ماكسيمم وما هو تأثير الان ماكسيمم على المانوفر على الار والاوميجا؟ يعني بمعنى ان انا عايز اجيب اللي هي الار بتاعتي اللي هي المينيمم وعايز اجيب الاوميجا اللي هي الماكس. ده المطلوب مننا. لكن هنا when n is large لو كانت ال n كبيرة جدا فممكن أقول إن n plus 1 تقريبا هي n minus 1 هي تقريبا n لأن ال n very large. وبالتالي في الحالة دي ال r بقى هتبقى عبارة عن v infinite squared على g في ال n والأوميجا هي عبارة عن g في ال n على ال n. بالنسبة ليه؟ للبول أب والبول داون أهو لأن احنا قلنا إيه؟ أهو ال r ال n very large يبقى ال r هتبقى v squared على v هي على ال n minus 1 هي عباره عن n n plus 1 هي عباره عن n. نفس الكلام في الايه الكيس الثانيه اهو ال n minus 1 هي تقريبا n ال n minus 1 هي تقريبا n يبقى هنا عباره عن v infinity على g في ال n وهنا برضو g في ال n على ال v منها الاثنين زي سين البول اب والبول داون هيكونوا زي سين يعني نفس الايكويشن. يبقى ال r او الاوميجا ديت بالنسبه للبول اب او البول داون في حاله اللي هي الانستنتينيوس مانوفر لما يكون الان فيري اللي يعرف كل اللي انا عايز اعمله عايز اعوض عن الفي من النهايه ديت. شوف بتساوي كام. احنا عندنا من الفي من الاكسبريشن بتاع الليفت الليفت ديفينيشن بتاعه من الديفينيشن بتاع الليفت احنا عندنا عارفين ان الليفت بيساوي نص رو انفينيتي في انفينيتي سكويرد الاس في سيل الديفينيشن الليفت وليست ليفت بتساوي ايه. لازم ناخد بالنا من التعريف بتاع الليفت. الليفت هو عباره عن نص رو انفينيتي في انفينيتي سكوير او الفي انفينيتي عباره عن 2 في ال على رو انفينيتي في الاس في سي. كل اللي انا هعمله هشيل بس الفي انفينيتي اعوض بيها من هنا واخد الجزء التربيع واعوض بيها ليس ال نثينج مور يعني. يبقى سبستيوتنج اوبتين الار اهي هنشيل في انفينيتي ونعوضها من هنا اهو هتطلع لك الصوره الجميله دي اهي بالشكل ده اهو دي المعادله بتاعتها. هيبقى فيها ال اوفر دبليو اهوت اللي عباره عن رو انفينيتي في الاس في السي ال في جي في ال على دبليو ال على دبليو دي اللي هي عباره عن ان اللي هي اهي يبقى 2 على رو منها سي ال في جي في الدبليو اوفر اللي هي اس. ده اول حاجه. المعادله الثانيه اللي هي بتاعه الاوميجا نفس كده هيبقى بس الجزء التربيعي وسكور روت الكلام ده سكور روت هعوض بيها هيطلع لك ادي الاوميجا او بنقدر نقول ان الاوميجا بتساوي اهوت الصوره بتاعتها ماشي اللي هي الصورة بتاعتنا هي اللي هتبقى الرو في السي ال في ال ان. هو هنا بقى بالنسبة لنا لو كان المينيمم تاني عايز الار مينيمم يبقى الار مينيمم يبقى المفروض ان ايه؟ السي ال في الحالة ديت يبقى ايه هنا؟ انا عايز ار مينيمم الار هي عبارة عن 2 على الرو من هنا في السي ال في الجي في الدبل اوفر سوينج لود. لو ده مينيمم يبقى المفروض ان السي ال يبقى ايه؟ ماكسيمم ماشي؟ وانا عايز كمان اوميجا ماكسيمم. لو كانت اوميجا ماكسيمم اوميجا ماكسيمم المفروض ان السي ال يبقى ماكسيمم فرضه ولازم كمان اللود فاكتور ان يكون ايه ماكسيمم. يبقى عشان كده قلنا هنا فور عشان اللي هي فور مينيمم تيرن ريديوس اند ماكسيمم تيرن ريت اللي احنا بنقول المانوفرابيلتي بتبقى عاليه جدا والمطلوبه ان يكون ان عندنا عشان ترى المانوفرابيلتي النود بتاعتها عاليه لازم اللي هي الريت اوف تيرن بتاعها يكون عالي جدا ويكون اللي هي التيرن ريديوس بتاعها يكون اقل منه. وبالتالي الار مينيمم هتبقى هي تعتمد على السي ال ماكس يعني ار مينيمم بتتوقف على السي ال ماكس والاوميجا ماكسيم زي ما انت شايف لازم اللي عندها تكون عند السي ال ماكسيم وعند الان اي اللي هي ماكس. ده اللي هو تاثير اللي احنا قلنا العنوان بتاعنا ما هو تاثير السي ال ماكسيم وما هو تاثير الان ماكسيم على الايه على الار مينيمم او على الام تاثيرهم بشكل. اخر حاجه في الجزء ده وهو البراكتيكال كونسيدر اللي احنا هندخل على اللي هي اللود على الدي ان ديجرام. قال لك البراكتيكال كونسيدر على اللود فاكتور بتشمل حاجتين ان ماكسيمم
والان ماكسيمم زي ما بتتوقف توقف از فانكشن في اللي هي السي ال ماكسيمم، وديت اللي هي ديت اللي هو الماكس ان ماكسيمم ده عند اللو سبيدز، لان احنا عندنا السي ال ماكسيمم تمتى امتى، لان احنا دايما بنقول كل ما بتزود كل ما عايز تقلل السرعه فانت لازم تزود ليه الانجل اوف اتاك عن السي ال لازم يزيد. طب السي ال ده هيزيد لغايه كام؟ يعني لغايه ما احنا قلنا يوصل لغايه السطول كونديشن، السطول كونديشن اللي هي الانجل اللي عندها الفلو هيبدا يسيب اللي ايه اللي يصل. فعندنا اللي هي ال N maximum اللي هي عبارة عن ال L على W، ال L على ال L أسف ال L على الويت يعني. فال L على الويت لو عملناهم أهوات ال left عبارة عن نص رو infinity في infinity squared في ال CL والويت أهو، وطبعا المفروض إن هنا ال left هو عبارة عن نص رو infinity في infinity squared في ال S أهي، ال S ده أنا تخليتها تحت وطبعا مقسمت على الويت لأنها ال left على الويت، هي تبقى أصبحت ال N maximum نص رو CL maximum على ال W. ده اللي هو عبارة عن الماكسيمم لود فاكتور اللي بتوقف على السرعة، هو الدي طبعا بيتغير مع السرعة مع اللي مع السي ال ماكس. عند الهاي سبيدز كمان قالك ان في ستراكشر كونسترينت، ستراكشر كونسترينت بتاع اللي هو قالك ان الاير فريم بتاع الطيارة ممكن يحصل له فيلير لو كانت الان تجاوزت قيمة معينة، ممكن يحصل فيلير زي ما هنشوفها دلوقتي في الفي ان ديجرام ليميت الان ديت لها قيمة. احنا بنقول هنا ان في المعادلة بتاعتنا عايزين اوميجا ماكسيمم، عايزين ان ماكسيمم، ان ماكسيمم ده كام يعني؟ ان ماكسيمم ده لها ليميت، لان ماكسيمم عباره عن ليفت على ويت، يعني الليفت الليفت ده يعني معناها ان انا هصمم الطياره على خمسة مثلا سي الويت بتاع الطياره الليفت يبقى الان بتاعتي بتساوي خمسة، فلغايه كام ده ان الليميت بتاعنا ده لازم نعرف اللي هي الليميت بتاعته ان ماكسيمم لها حدود، والسي اللي ماكسيمم برضه دي لها حدود زي ما هنشوف دلوقتي اللي هي في الفي ان اللي هي ده اللي هو بيحدده اللي هو الايه الفي ان ده.